بعد عودة الحياة لطبيعتها، كثفت شرطة منطقة مكة المكرمة جهودها الميدانية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في مدينة جدة. كاميرا الإخبارية تواجدت مع الدوريات الراجلة في أحد جولاتها في الأسواق الشعبية. بداية، المظهر العام التزام تام تخلله وجود لبعض المخالفات، عدم الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتجاوز الطاقة الاستيعابية لسعة السيارة وارتكاب مخالفة التباعد الجسدي، حيث تم تطبيق النظام للمخالفين وإصدار المخالفات حسب النظام. استمرار تنفيذ التعليمات بحق المخالفين والحرص على تطبيق بروتوكولات العودة بحذر جهد تكفلت به شرطة المنطقة لأجل سلامة الجميع، مما كان له الأثر الإيجابي في بث الوعي لدى المواطن والمقيم بأهمية هذه الاحترازات. ولنعود بحذر. لقناة الإخبارية، خالد المطرفي، جدة.